الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مدام ليلى؟ هاله هاله، انما ليلى ده جميل برضه. معلش انا اسفه. ولا يهمك، ده ليلى، ده انا بحب الاسم ده جدا. حلو. زي حضرتك والله. انا بحب حضرتك جدا حبيبتي، ربنا يخليكي. وليلى كمان بتحبك. موري. والله انا عندي برضه، ممكن اتكلم مع حضرتك؟ طبعا يا فندم. بقول لحضرتك، انا عندي جوزي برضو مشاعره ما بيرضاش يداني خالص، حتى كلمه كويسه ما بيقولها ليش. لكن ما بيضربش خالص. لا، بيمد ايديه وبيتعصب كتير. طب انت اللي بتستفزيه ولا هو بيتعصب لوحده؟ بصراحه يعني حسن يكون جوزها ضربها ولا حاجه دلوقتي، مش عارف. بس هي راحت. طيب. فصمت. هي من الواضح انها يعني تأثرت شوية، ولما حكت راحت فصمت. طب